والأفلام بتكون هناك أسرع. ولو عايز تعرف أخبار أكثر عن كل ما يخص عالم المسلسلات والأفلام، زوروا موقعنا الإلكتروني www.scoobymax.com. جميع الرابط في الوصف أسفل الفيديو. نبدأ على بركة الله. فيلم ضعيف، حبكة سيئة، والفيلم خرج عن سياق دي سي سينمائي وهو السوداوية في الأحداث، لدرجة إنه يا جماعة باتمان بقى يقول نكات في الفيلم. أنتوا متخيلين إنه باتمان بقى يقول نكات؟ دي كانت كارثة بكل معنى الكلمة. What are your superpowers again? I'm rich. في علامة الآي اللي فوق. نرجع لموضوعنا، كنا بنقول شنو نحنا؟ أيوة باتمان بيقول نكت، والسبب إنه دي سي حاولت تقلد مارفل في أسلوبه الفكاهي والهزلي، بس التقليد كان فاشل جدا. صح كان ناجح في أفلام تانية زي شازام زي أكوامان لحد ما، بس دي ما طبيعة أفلام دي سي. دي سي دايما عودتنا إنه أفلامها بتكون سوداوية، إنه أفلامها بتكون فيها عمق في الشخصيات. وبعدين مدينة جوثام أصلا يعني ما من نوع المدن اللي انت ينفع تقول فيها نكت ولا ما ينفع فيها الفكاهة أصلا. يعني مدينة سوداوية، مدينة جوثام دي تركيبتها مختلفة تماما عن الفكرة حقت المدينة بتاعت نيويورك اللي فيها الشخصيات حقت الأفينجر واللي فيها الشخصيات حقت مارفل. عشان كده الفكاهة ما تنفع في أفلام عالم دي سي، وتحديدا شخصية باتمان. ممكن أتقبلها من فلاش، ممكن أتقبلها من شازام، بس مستحيل أتقبل من باتمان إنه يقول نكت. بعد المشاكل دي كلها، في مكان ما في ناس كانت بتقول إنه النسخة اللي طلعت من فيلم جاستس ليج دي من النسخة الرسمية، في نسخة تانية تقريبا اتصورت كاملة كانت من إخراج زاك سنايدر ومسمينها نسخة زاك سنايدر أو سنايدر كات. فما عارف الناس دي وصلتهم الأخبار كيف. وفعلا زاك سنايدر كان بيقوي الحاجة دي بسبب يعني بقوي النظريات دي بسبب نشر صور لسوبرمان وهو لابس البلاك سوت. فعشان كده الناس في مخيلتها كانت دايما موجودة نسخة زاك سنايدر من فيلم جاستس ليج. Snyder Cut. There it is. There it is. It's a hard question. I don't know. What do you think, Henry? I reckon you should show it. We're doing it, so get ready. بسبب الفكرة دي في هاشتاج انطلق اسمه Release Snyder Cut، والهاشتاج ده لاقى صيت ولاقى رواج عالي، والناس معظم محبي الكوميك ودي سي خصوصا شاركوا في الهاشتاج. بس بالمقابل في هاشتاج تاني ظهر اسمه Snyder Cut Doesn't Exist، يعني النسخة بتاع زاك سنايدر دي اصلا ما موجودة، وانتوا بتتخيلوا وبتتوهموا. زي ما قلت في المقابل كان زاك سنايدر بيلمح من بعيد لبعيد انه في نسخة، لحد ما الناس ومحبين دي سي عملوا وقفات احتجاجية قدام مقر شركة دي سي وشركة Warner Brothers علشان يطلعوا النسخة حقت زاك سنايدر. وفي الاخر Warner Brothers خضعوا للضغوطات حقات الناس وقرروا انه يعرضوا فيلم جاستس ليج نسخة زاك سنايدر سنة 2021 على منصة HBO Max اللي حتنطلق في وقت قريب ان شاء الله في سنة 2020. منصة جديدة حيكون فيها الفيلم موجود بإذن الله. طبعا الفيلم ما حيكون كفيلم ككتلة واحدة، لانه حسب ما صرح زاك سنايدر انه الفيلم فيه كان جلسة تصوير لمدة 6 ساعات، والفيلم كإجمالي يمكن القص حقه ياخد 4 ساعات. يعني الفيلم حيكون مدته 4 ساعات، حيتقسم على 6 حلقات. يعني الفيلم حيكون عبارة عن ميني سيريس 6 حلقات، الحلقة زمنها حيكون 40 دقيقة، حيكون 45 دقيقة. بس الفيلم حيعرض في شكل ميني سيريس على شبكة HBO Max اللي حتطلق فيما بعد او في نهاية السنة دي حسب ما صرحت شركة HBO. ودي ضربة قوية طبعا لـ HBO بحكم انها منصة جديدة حتظهر في السوق بعد ابل تي في وهولو وامازون برايم. ضربة قوية، ودي حاجة مكسب لشبكة HBO Max. زاك سنايدر صاحب خطة عالم دي سي السينمائية، والبدأت بفيلم مان أوف ستيل. بس نحن عارفين الورنر برزرز بيحبوا دائما يتدخلوا في أعمال الاستوديوهات. المهم زاك سنايدر صور الفيلم حق جاستس ليج، بس أثناء التصوير أو بعد التصوير ما خلص جاءه خبر بوفاة بنته أو انتحار بنته،
فساب التصوير تزر عن العمل، جلس مع العائلة بتاعته. فعشان كده الشركة اضطرت انها تجيب مخرج تاني، تقريبا مخرج من عالم مارفل، اخرج لنا افنجر ايج اوف اولترون، واخرج لنا تاني فيلم واحد من افلام الافنجر ما متأكد اي واحد فيهم. لمن جاء طبعا المخرج بتاع عالم مارفل جاب العيد في الفيلم بتاع جاستس ليك، وفعلا المشاهد بتدول انه الفيلم كان دارك، الفيلم كان سوداوي، نسخة زاك سنايدر كان الدارك كان السوداوية جدا، وفي فرق في الالوان بين النسختين، فباين انه في فرق. فزاك سنايدر قرر طبعا انه يبدأ الحملة بتاعته دي في الانترنت، والحمد لله نجحت. بس كون انه الحملة نجحت وكون انه زاك سنايدر عنده نسخة خاصة به، وده ما يعني انه النسخة ممكن تكون بالضرورة 100% جميلة، فنحن حنستنى وحنشوف حيحصل شنو في المستقبل. وتقريبا كل الممثلين اللي كانوا مشاركين في الفيلم حق جاستس ليك، هنري كافيل، جيسون ماموا، غال غادوت، وبين افليك، كلهم كانوا يعني داعمين للفكرة حقت نسخة زاك سنايدر. شوف الفيديو حق جيسون ماموا وهو بيطالب انه يتم اطلاق او زي ما بقول ريليز زاك سنايدر كات. يعني الناس كلها او الممثلين اللي كانوا موجودين في الفيلم حق جاستس ليك كانوا فعلا طالبين بانه النسخة هذه تطلق، وبانه ان شاء الله نشاهدها في القريب زي ما مصرح انه حتكون يوم 1 أكتوبر سنة 2021. في اخبار برضو بتقول انه ممكن هنري كافيل في المستقبل حيكون في فيلم تاني لشخصية سوبرمان، زي ما شفنا انه هنري كافيل احتمال يرجع للدور حق سوبرمان تاني بعد ما اعتذر من الدور، ومحاولات من زاك سنايدر شخصيا انه يرجع هنري كافيل لدور سوبرمان، يرجع بين افليك لشخصيات باتمان، لانه زي ما عارفين انه بين افليك عقده انتهى خلاص مع دي سي، فمفروض تاني ما يعمل شخصيات باتمان. في اخبار انه مفروض يرجع لشخصيات باتمان تاني، بس احنا عارفين انه خلاص بين افليك ما حيرجع لشخصيات باتمان، لانه فعليا الفيلم بتاع باتمان الجديد حينزل في سنة 2021، وفعليا الفيلم بتاع باتمان الجديد بيصوروا فيه ببطل تاني حيكون ما ببن افليك، فبن افليك ما حيرجع على شخصية باتمان تاني. احتمال هنري كافيل يرجع على شخصية سوبرمان. اتمنى انه هنري كافيل من الممثلين التقيلين جدا جدا، شفناه في مسلسل ذا ويتشر، كان شخصيته جميلة، كان دوره قدمه جميل في مسلسل ذا ويتشر. لو عايز تعرف اكتر عن وجهة نظري في مسلسل ذا ويتشر شوف علامة الآية اللي فوق، حتلقى عملت مراجعة للمسلسل الموسم الأول من مسلسل ذا ويتشر. بس ده كل اللي عندنا اليوم بخصوص سنايدر كات أو جاستس ليك نسخة زاك سنايدر. لو في أخبار تانية عن النسخة في المستقبل حنتكلم عنها في فيديو تاني. ما تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات. لو عندكم أصحاب مهتمين بعالم الكوميك وعالم دي سي ومارفل عموما شاركوا معهم الحلقة دي، ولو أول مرة تشوفونا اشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات، ولو الفيديو عجبكم دوسوا لايك. كان معكم محمد طارق من برنامج أوبن مايك، والسلام عليكم ورحمة الله.